have not a long. ليس لدي أي روتين معين للاعتناء بجمالي الخارجي. أحاول الاهتمام ببشرتي من الداخل ومن الخارج ومن خلال طبيعة الطعام الذي أتناوله وشرب المياه إضافة إلى وضع كريمات معينة على بشرتي. So tell me how we fail to understand. It's all about the money. All about the dum dum da da dum dum. I don't think it's funny. To see us fade away is all about the traveling the way I do it actually. طبيعة حياتي من خلال سفري لا تسمح لي الالتزام بنوعية الطعام الذي أتناوله، لكنني أتواجد دائما في سلسلة المطاعم والفنادق التي نملكها، وقد حاولت أن أخلق في هذه المطاعم نظاما غذائيا وصحيا معينا من خلال تزويد الزبائن بأطباق صحية. لا أحب الذهاب إلى النادي الرياضي وممارسة الرياضة، أحب التنس والغولف وأحب رياضة التزلج. عندما كنت في العشرينيات كنت أمارس الرياضة يوميا، ولكنني اليوم أفضل تمضية الوقت مع أولادي بدل الذهاب إلى الرياضة. أشعر بالذنب أحيانا عندما أترك أولادي وحدهم. اليوم من خلال عملي وتواجدي في موقع ورش العمل ومتابعة عملية البناء والهندسة، هذا بنفسه يعتبر رياضة بحد ذاتها. I wanna be a billionaire so freaking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine. My favorite food. أحب الباستا والأطباق الإيطالية، كما أحب أيضا كل أنواع الحلويات، وأحب المادة العربية كثيرا. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of everyday Christmas. Give Trappy a wish list. I'd probably pull an Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't. From as early as I can remember. منذ كنت صغيرة أردت العمل في مجال المقاولات والبناء. لقد عرفت منذ البداية أنني أحب مجال التطوير العقاري. في النهاية أنا أعمل مع العائلة وأحب ذلك. إننا نتفق في كل شيء تقريبا، وأنا فخورة بما حققته في الشركة. إضافة أنني أسست علامة تجارية خاصة بالحقائب والثياب والأحذية النسائية والإكسسوارات. أحب عملي كثيرا رغم أنني أتعب خلال السفر. Hi everyone, I'm Ivanka Trump and thank you for tuning in. I'm incredibly excited because I want to share with you today some of my favorite styles from fall. And while it's very difficult for me to choose from all of these amazing different styles, I selected three that I think were particularly becoming and seasonally appropriate. Well, I think that you know, balance is one of these things that خلق التوازن بين العمل والعائلة والأولاد هو شيء ضروري ومهم كثيرا في حياة كل امرأة، ومن الصعب جدا تنظيم الأمور بشكل نهائي ما بين العائلة والعمل في بعض الأحيان. هنالك أولويات. على سبيل المثال، إذا كانت ابنتي مريضة بالطبع سوف أبقى معها وألغي كل مشاريع العمل. بالنسبة لي هنالك أولوية في كل شيء، أحب أولادي وعائلتي وأعطي كل شيء حقه في الحياة. أعتقد أن كل وسائل التواصل الاجتماعي هي الوسيلة الأصدق في أيامنا هذه للتعبير عن الآراء، فهي بالتالي تكشف كل شخص على حقيقته، لأن الآراء هي الآراء الشخصية. وأرفض تماما الأشخاص الذين يوكلون شركات معينة لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. أنت في النهاية سوف تكون مسؤول عن كل شيء يصدر عنك. أنا شخصيا أعلق بنفسي على كل شيء وأحاول ألا أقحم حياتي الشخصية كثيرا في عالم التواصل الاجتماعي، فهنالك حدود لكل شيء. أنا أنصح السيدة باللجوء إلى عمليات التجميل، فأنا شخصيا أعتقد أنه ليس هنالك أجمل من الثقة بالنفس، فبعض السيدات يشعرن بالراحة والثقة بالنفس عندما يجرين عمليات التجميل، فطالما أن السيدة مرتاحة مع نفسها وشكلها ليس لدي مشكلة في عمليات التجميل. I